أثار مقطع مصور في فندق ديديمان بمدينة حلب لحفلة عيد ميلاد ابنة الضابط في قسم أمن الدولة التابع للنظام ساطع سليمان، أثار استياء موالي النظام أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما أسموه تهرب النظام من دعواتهم السابقة التي طالبوا بها محاكمة ضباطه المتورطين بالهروب من ساحات المعارك وجبهات القتال وترك العناصر لمصيرهم. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. هنا ريف دمشق، الغوطة الشرقية تحديدا، وهنا أيضا فندق ديدمان في مدينة حلب. وللمفاجأة فإن الصورتين معا وأصحابهما ينتميان سياسيا لخندق واحد يسمى الأسد أو نحرق البلد. بينما كانت جميع وسائل الإعلام حول العالم تتحدث عن مقتل أكبر دفعة من قوات النظام في ريف دمشق بنيران صديقة، وترصد عدسات الناشطين على الأرض مقتل 50 عنصرا في جبهات الغوطة الشرقية على يد الثوار، كانت عدسات ليست بعيدة عن تلك الجبهات المتحولة لمحارق جماعية لميليشيات الأسد ترصد صورة مغايرة في المحتوى والأداء. بينما حصل في ريف دمشق، وهذه الصور القادمة من فندق ديدمان بمدينة حلب، ثلاث ساعات من الزمن صنع فيهم الدهر على مواقع التواصل الموالية للنظام ما صنع، ليس لأن الحياء شبه منعدم في مقطع حلب فحسب، بل لأن جثامين من يسميهم الشبيحة بالشهداء لازالت ملقاة على الطرقات. وللمفارقة مجددا، فإن صور حلب هذه هي حفلة عيد ميلاد لواحدة من بنات ضباط النظام في سلك أمن الدولة، المدعوة دعاء ساطع سليمان، ابنة المتورط الأكبر في قتل السوريين وتعذيب المتظاهرين حتى الموت على أسس طائفية. المقطع المصور الذي تعدى أساليب الاحتفالات الاعتيادية بترفه واستفز مشاعر ذوي قتلى من هم في صف ابنة الضابط وأهلها، أظهر عن غير قصد أو ربما بقصد انفصام قادة الصفوف الأولى من قوات النظام عن مجندهم وانصرافهم إلى حفلات البذخ التي قيل إن مصاريفها بلغت آلاف الدولارات، فضلا عن العمليات الاستعراضية التي تخللها الحفل الفني الراقص، بما أوحت للمشاهد بتحول الحفل المفترض إلى ما يشبه حياة الملاهي الليلية، خصوصا في هذه الجزئية المتضمنة لإلقاء مبالغ نقدية كبيرة لعملات سورية ودولارات أمريكية بجانب صور ابنة الضابط لترتفع بعدها أصوات الموالين أنفسهم، وراحوا ينعتون عائلة سليمان بأسوأ النعوت ويتهمونهم بسرقة الأموال الحكومية وتحويلها في سبيل رفاههم الشخصي، ملقين اللوم أيضا على أعين النظام الأمنية التي تخلت بدورها عن أبنائهم في الجبهات وراحت تقيم معارض فنية وحفلات غنائية ساهرة، معتبرين أنفسهم أي ذوي القتلى وقودا لحرب كانت تتطلب مشاركة الجميع. وعندما شارك الجميع فعلا مثل روسيا، التفتت الأخيرة لتحويل قاعدة حميمين في ريف اللاذقية إلى ناد ترفيهي لجنودها، بينما بقوا هم في الشوارع وعلى مداخل الطرقات فرادا وجماعات يقتلون ويقتلون. وأرحب بضيوفي لهذا المحور بسام شعارة، كاتب ومعارض من إسطنبول، دكتور إبراهيم الجباوي مدير الهيئة السورية للأعلام من عمان، وحافظ قرقود كاتب صحفي من غازيعنتاب. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بسام شعارة، يعني مشهدين متناقضين لدرجة مخيفة، أموال ودولارات تنثر على الأرض لبنت ضابط كبير، وعلى الجانب الثاني من المشهد قتلى بالمئات، كيف تفسر هذا التناقض؟ يعني اسمحي لي احييكم، وبدي اذكر بس تفضل. ارجع شوي لورا، بدي ارجع لعام 67 عندما سلم حافظ اسد القنيطرة قبل ان تسقط ب 24 ساعة، وجاء الامر للجنود بالانسحاب الكيفي وتعرضوا للقتل بالقصف الجوي الاسرائيلي. لم تكن هناك معركة، بل كان هروب بناء على توجيهات حافظ الأسد. يعني وهذا يؤكد بأن هؤلاء جميعا لا يعنون شيئا. نحن نتكلم عن عصابة، لا نتكلم عن رئيس دولة، لا نتكلم عن نظام، بل نتكلم عن عصابة لا تفكر إلا بطريقة المافيا.
أيضا تكرر الأمر في عام 82 خلال حرب لبنان، لقي عشرات أو مئات الجنود السوريين مصرعهم نتيجة أيضا ما رح أقول تواطؤ النظام، ولكن استخفاف النظام بكل الناس. هذا النظام المجرم لا يعنيه إلا عائلته الصغيرة ولا أقول الكبيرة. نعم. أيضا بدي أذكركم أيضا بمقطع مهم، فيديو منذ 4 سنوات احتفال عيد ميلاد كان بشار يغني، كان الدم السوري يسيل وبالجملة أيضا، وكان بشار يحتفل في عيد الميلاد، وكان عندنا معلومات مؤكدة أن بشار ذهب أكثر من مرة إلى حلب في الأشهر الأولى من الثورة ليحتفل هناك في مع أصدقائه. اللي بيقوله بكل وضوح، هذا النظام لا يعبأ بأحد، لا يحفل بأحد. أيضا في مطار الطبقة عندما هرب الضباط تركوا الجنود يلاقون مصيرهم المحتوم، هم يتعاملون معهم كأرقام كحشرات كأي شيء، المهم أن يكون الجميع من أجل دفاع عن كرسي بشار الأسد. والأمر يتعدى حتى يعني لا أقول الشعب السوري، حتى أبناء طائفته هو ضحى بهم، حولهم إلى وقود لمعركته الشخصية طبعا من أجل كرسي الحكم من أجل البقاء. اللي بدي أقوله الأمر يتعلق بالجانب الأخلاقي قبل أن يتعلق بالجانب السياسي. من يفتقد إلى الأخلاق يتصرف كل شيء. عائلات الضباط والمسؤولين يسهرون في دمشق وكأن لا شيء يجري في سوريا، ويتكرر الأمر أيضا في مدينة حلب، وهذه السهرات لا تنقطع، هي سهرات يومية، الناس تقتل، أعني السوار وأعني أيضا الشبيحة، وهم يمارسون حياتهم الاعتيادية وكأن لا شيء يجري في سوريا. هذا الأمر يعني يطال المنظومة الأخلاقية لهذه العصابة ويوضح طبيعة أو طرائق تفكيرهم. وفي اللحظة الحاسمة وكنا نقولها دائما، سوف الطائرة لا تتسع للجميع، سوف يهربون ويتركون الشبيحة يلاقون مصيرهم المحتوم. نعم دكتور إبراهيم أذهب إليك الآن، يعني أنت مختص بالجانب الإعلامي، يعني كان من الممكن التكتم والتعتيم على صور هذه الحفلات الباذخة، يعني لماذا ينشر مثل هكذا فيديوهات، خاصة أن بنت الضابط هي يعني نفسها من نشرته على صفحتها، هل وصل الاستهزاء بمشاعر السوريين المؤيدين قبل المعارضين إلى هذه الدرجة؟ مساء الخير. مساء الخير للسادة المشاهدين وللأخوة الضيوف. يعني كلنا يعلم أن هكذا نظام وهكذا عصابات نظام وهكذا ضباط لا يزالون مقربين من الدائرة الضيقة للنظام لا يعرفون الاستهزاء ولا غير الاستهزاء، هم ينشرون ما يطيب لهم وما يحلو له. يعني من خلال مشاهدتنا للمقطع الذي عرض على هذه الشاشة، وليته لم يعرض على هذه الشاشة لأنه مخجل جدا، أنا لم يتغير شيء على المدعو ساطع. ساطع أنا أعرفه شخصيا طبعا قبل الثورة، ولم يكن بجديد عليه، إنما الجديد هو تغيير الشخص الذي كان يسامر ابنته. قبل الثورة كان هناك الخليجيين الذين يخدقون عليه المال، اليوم هو إيراني واضح من سحنته، والذي يعرف بفراسة السحنة يدرك أن هذا الشخص هو إيراني. لذلك يعني أعول هذا الكلام على أن بالأمس كان بشار الأسد يقول بأن إذا دخلت السعودية وتركيا بحرب برية في سوريا فسنكون جاهزين لمواجهتهم. نعم هو جاهز كما هو واضح من هذا الفيديو. نعم. وهذا الاستهتار بأرواح البشر سيواجههم بهكذا عروض استغفر الله العظيم. نعم. يعني والله العظيم انه هك يعني ولا 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 قمة السفالة يطلق على هكذا فيديو أو هكذا منظر أو هكذا أفعال تعني هذا الساقط ساطع السليمان الذي هو فسق بفسق من أول حياته إلى آخره، نحن نعرفه جيدا من خلال وجودنا بدمشق ومن خلال وجوده بجهاز وهكذا هم كانوا المقربين من دائرة النظام كلهم سواء بالمخابرات أو بغير المخابرات كلهم على هذه الشاكلة. يعني يهمهم جمع المال، هذا المال هو الذي يهدف إليه ساطع وغير ساطع. العمل بنفس بالتزامن مع هذا الاحتفال كان هناك أكثر من 180 جندي لعصابات بشار الأسد تقتل في كمين للثوار بمنطقة مصياف، فكيف يعني
وهم يطلبون قتل. يعني أنا أستغرب من أن الموالين يطلبون أو مستائين من هكذا فعل. ماذا يفعل استيائهم بهكذا أمور؟ يعني هم لا يشكلون عامل ضغط على هذا النظام القبيح، ولا يشكلون أي تأثير على هكذا ضابط وهكذا. يعني يجب أن تكون هناك ثورة داخلية من قلب موالي النظام، عليهم أن يقوموا اليوم ردا على هكذا ماذا أسميه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، سوف أذهب لأستاذ حافظ. يعني سمعنا تصريحات الدكتور إبراهيم، يعني يقول البعض أن رغم الموت الحياة ستستمر، يعني والحي أبقى من الميت كما يقول المثل. لماذا برأيك غضب موالو النظام إلى درجة المطالبة بإعدام الضابط والد الفتاة المحتفلة؟ يعني أكيد المثل صحيح أنه الحي أبقى من الميت بشكل عام، لكن عندما تكون الحياة طبيعية. أما أمام هذا النظام المنفلت من كل القيم والأخلاق لا يمكن أن يكون هذا المثل طبيعي. هذا النظام ليس جديدا عليه، وكما ذكر الأستاذ بسام الموضوع موضوع قيمي أخلاقي. يعني قد يكون فات الأستاذ بسام ذكر أسماء الأسد التي تتسوق عبر الأنترنت من دول العالم، ولا يهمها هذا الدم السوري مع احتفالات بشار الأسد بأعياد الميلاد أو غير ذلك. بجميع الأحوال أنا سأذهب باتجاه آخر، سأسأل هؤلاء الموالين: هل يستحق هذا النظام دم أبنائكم؟ هل يستحق ما فعله هذا النظام الذي دمر سوريا حجرا حجر، شرد ملايين البشر؟ ليس غريب عليه احتفال بعيد ميلاد بهذا الطريقة، وليس جديد عليه. قبل الثورة كانت عناصر مخابرات النظام أو ضباط مخابرات النظام يذهبون إلى كازينوهات لبنان، يصرفون ملايين أيضا دولارات على مدار السنوات الماضية في سهراتهم ومجونهم في لبنان، وكانوا أيضا لديهم فناناتهم الخاصة بجلساتهم الخاصة ببعض الفلل في لبنان، وهم يعرفون ذلك، يعرفون كيف يعيشون. بينما أبناء سوريا الآخرين بل وأبناء الذين يخدمون هذا النظام، إن كان في السلك المخابرات أو في السلك العسكري، هم أكثرهم سائقين، أكثرهم خدام، أكثرهم حجاب، أكثرهم يعني على هذا. على موالي النظام أن ينظروا على الأقل إلى الشاطئ السوري، إلى الأقل أن ينظروا إلى الفلل على الشاطئ السوري، إلى المنتجعات السياحية. هل مسموح لهم أن يدخلوا إلى المنتجعات السياحية، أم مسموح لهم فقط أن يبيعوا في الأكشاك على الطرقات وعلى الأرصفة في اللاذقية وفي طرطوس، ويعرفون لمن هذه المنتجعات، ويعرفون كيف سيطر على هذه الفلل وكيف بنيت بدم الشعب السوري، وكيف سرق مال وزارة الدفاع وبنيت بعض الفلل وبعض المنتجعات وبعض المرافق السياحية هناك لصالح بعض الضباط؟ هذا النظام ليس جديد عليه هذا الانحلال الأخلاقي. إن ظهر هذا الفيديو فهذا الفيديو يعني قد يكون حالة واضحة الآن، لكن أريد أن أؤكد أنه منذ دخول حزب الله، قائد حزب الله قد أتت لدينا معلومات في دمشق العاصمة مساء يذهب إلى الكازينوهات يسهر ويمرح ويرمي النقود، أيضا بعض الضباط وبعض العناصر في دمشق، أيضا بالنهار قد يدفنون زملائهم الشهداء على أساس أنهم شهداء، وفي الليل يسهرون في هذه الكازينوهات، وهم يعرفون أن هذا الكلام حقيقي وهنالك تقارير واضحة بالأسماء عنهم. لذلك لا نستطيع اللوم، لكن سأتوجه من جديد إلى الفئة المؤيدة للنظام: هل يستحق هذا النظام دم أبنائكم؟ ألا يكفي هذا الدم المجاني؟ ألا يكفي هذا الدمار لسوريا؟ ألا يكفي ما فعله هذا النظام؟ هل نحتاج إلى مزيد من الحفلات والمجون؟ نعم. هل نحتاج إلى أن نؤكد ماذا جرى في حمص؟ هل نؤكد كيف افتتح رئيس الوزراء في حمص منتجع سياحي بينما حمص دمرت؟ نعم سيد حافظ، دعنا نستعرض قليلا من هذه الحفلة. يعني وعلى سيرة موضوع الحفلة، كانت دعاء سليمان قد عرضت على صفحتها الشخصية جزءا من الحفلة، وقالت لمتابعيها إنها غير آبها بردود أفعالهم، وإن جميع المنتقدين للبذخ الظاهر في الحفل ليسوا سوى معدمين. نعرض مقطعا من الحفل الذي وصفه الموالون أنفسهم بمقطع هارب من حياة الأندية الليلية، نتابع. I'm not afraid.
وقال الفنان جورج وسوف المشهور بموقفه المؤيدة بشدة لنظام الأسد، قال إنه تلقى أوامر من بشار الأسد لإقامة حفلته بمناسبة عيد الحب وعدم إلغائها بسبب موت أمه أنيسة مخلوف. وصار الظرف الطارئ المغفور لها السيدة من الدكتور بشار، بس من طيبة الدكتور بشار ومن كبريائه وعاطفته على الشعب السوري ما رضي بالحزن ولا رضي بتقبل التعازي، اعتبره مثل أي شخص سوري مات بهالظروف الصعبة. أنا بأوامر إنه جيت لأغني بعيد الحب، لأنه احنا سوريين بنحب بعض، نحن سوريين ما قتلنا بعض، والحرب مش سوري وسوري، الحرب من الخارج. سيد شعارة أعود إليك، يعني المقطع المصور تعدى أساليب الاحتفالات الاعتيادية بطرف مبالغ فيه واستفز مشاعر ذوي قتلى وأظهر عن قصد يمكن أو ربما غير قصد انفصام قادة الصفوف الأولى من قوات النظام عن مجنديهم، هل تعتقد أن النظام أصبح بلا قيادة مركزية؟ أي أن كل ضابط أصبح يتصرف كأمير حرب؟ يعني اسمحي لي قبل الإجابة بس بدي أشير، يعني هذا حفل خاص كان يمكن أن يمر دون أن يعرف أحد بما جرى في الحفل، ولكن ماذا يعني أن يتوج مفتي بشار ملكة جمال وسط كل هذا الدم والقتل والخراب؟ يعني أنا بدي أقول كلام واضح وصريح، كل القرى العلوية اتشحت بالسواد ولم يعد هناك مكان لقبر أي قتيل جديد، وسط كل هذا الخراب والدمار والحزن يتم تتويج ملكة جمال، ومين بتوجه مفتي بشار الأسد؟ بدي أحكي عن حادثة يمكن القلائل بيعرفوها. عندما بدأت الثورة أرسل الملك عبد الله ملك السعودية أرسل مبعوثا خاصا إلى بشار ومعه مبلغا كبيرا كدعم مالي لإجراء إصلاحات، وبعد أن قدم له المال قال له هذا المال لا يكفي، فقال له إذا استمريت الإصلاحات سوف يأتيك المال تباعا، ولكن دعني أهمس في إذنك، الأمريكان يعرفون كيف تسهر ليلا وماذا تشاهد. نعم نعم. ضحك ببلاها وقال هل يعرف الأمريكان ما سأشاهد على أفلام الفيديو؟ قال لهم قال له نعم يعرفون وأخبرونا بذلك، فضحك ببلاها أكثر. اللي بتقول هؤلاء الناس بلا قيام، ما يعني ما في أي شيء بيرضعهم في العالم، يعني هناك نعم. كل يوم تتسرب صور وأفلام عن احتفالات، كيف يعني مرت ماهر الأسد كيف تركب على الأحصنة هي أولاده وكيف يحتفلوا بأعياد الميلاد، والجميع لا يعني لا يعنيهم الدم السوري ولا يعنيهم أي شيء على الإطلاق. هذا هو يعني كما قلت هذه الزمرة منفصلة عن الواقع لا علاقة لها، ما بدي أقول بالشعب السوري، حتى بشبيحتهم يحتقرونهم، وحتى الشبيحة يعني خليني أوضح أكثر، في الكمين الذي وقع فيه يعني مرتزقة النظام في الغوطة ظهر شبيح يشتم القيادة، قال حرفيا طالب بإعدام اللواء علي عباس وشتم وزير الإعلام، ولكنه قال في الأخير نطلب من القيادة الحكيمة. هذا انفصام على الواقع، أن تطالب بإعدام لواء وتشتم وزير إعلام وتتحدث عن قيادة حكيمة، عن أي نعم. قيادة حكيمة؟ قيادة ترسل الناس كوقود لحرب بشار الأسد الشخصية من أجل كرسيه ومن أجل بقاء عائلته على سلطة الحكم. المشكلة ليست بالشعب السوري بل بغباء الشبيحة الذين يذهبون الآن كحطب كوقود ليبقى بشار على ما رح أقول كرسي بخجل أقول على شو قاعد. يعني سيد حافظ، كما أشار سيد بسام بأن القصة ليست وليدة اللحظة يعني، وضرب عدة أمثلة منذ بداية الحلقة على ذلك، ولكن الآن يعني في عز الثورة ألا يخجل من عرضها كونها تكررت؟ يعني لا أعتقد أن هنالك خجل،
يعني هنالك مفهوم عام للقيم مفقود لدى هذا النظام. يعني دولة بحجم سوريا، بعظمة سوريا، بعمق سوريا التاريخ، يعني دولة قدر الله أن يحكمها هذا النظام المنفلت من قيم الأخلاق، هي فرصة جنة أن يحكمها شخص لهذه الجنة، يفلتها من يده بهذا الدمار، بهذا ماذا سيكتب التاريخ عندما يعني هذا النظام تعدى على البنات في الشارع، اغتصب على الحواجز، سربت بعض الفيديوهات الحقيقة مؤذية، دوس على أعناق الرجال في قرية البيضة، ما فعلوه بالقصير، ما فعلوه بجسر الشغور، ماذا أذكر الشعب السوري؟ هذا النظام لا يمكن أن نقيسه على بقية أخلاق الشعوب أو أخلاق السلطة أو أخلاق أي شراء سماوية أو وضعية من القوانين، هو منفلت غاية في الانحطاط. يعني النظام في النهاية أوصل البلاد إلى أن سلمها للإيراني وإلى الروسي بهذه الوضاعة، ماذا نستطيع أن نقول عنه؟ بجميع الأحوال كما تفضل ضيفك الكريم وكما تعلمون، يعني من بداية السبعينات، يعني مع نمو قوة سرايا الدفاع في تلك الفترة، كان هنالك تمايز، كان هنالك تمايز في المدارس، تمايز في الوظائف، تمايز في العطاءات، تمايز في الوزارات، كان الضباط في بداية المزي والمزي 86 أيضا يأخذون الأرض بدون أي مقابل، فقط يجرفون بعض الأماكن ويبنون بيوت، هم هكذا تعودوا أن لا قانون فوقهم، هم السلطة، هم القانون، هم يصنعون القانون الذي يريدونه. الآن مع شهداء، سأقول هم شهداء أيضا، أنا سأعترف أنهم شهداء، لكن عليهم الآن أن يقفوا عن واجب أخلاقي، يعني أدى إلى قتل شريحة كبيرة من العالمين لمن استهزأ بشهدائهم. نعم تماما، أنا سأقول ذلك، سأقول نعم. أنا سأقول عبر شاشاتكم أنهم سنعتبرهم شهداء سوريا الآن كبقية الشهداء. ألا يحق لهم أن تنتقموا لهذه الدماء من هذا النظام؟ ألا يحق أن تنتفضوا الآن في وجه هذا النظام جميعا، بيتا بيتا في الساحل، بيتا بيتا في دمشق وفي جوار دمشق، هذا الاستهزاء بدماء أبنائكم؟ هكذا يقابل الشهداء بهذا المجون وبهذا السهر وبهذا الحفلات، وأنتم تعلمون أن هنالك أكثر من ذلك، وتعلمون ماذا يجري في جوار دمشق، وتعلمون بعض الأبنية الفارغة إذا ماذا حولت في دمشق وفي حلب وفي بعض المناطق الثانية، وتعلمون أيضا في بعض مناطق اللاذقيين ماذا يجري من سهر، وتعلمون أيضا القواعد الروسية كيف تأتي الراقصات الروسيات من روسيا يوميا للترفيه عنهم، بينما أبناؤكم في شوارع اللاذقية في البرد. نعم. على جميع الأحوال إن كان سؤالك أن هنالك ردة فعل ستكون، أنا أعتقد لن تكون هناك ردة فعل أكثر من هذه البوستات على الفيسبوك. أريد أن أذكر فقط في انفجار المدرسة في حمص، المدرسة التي راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال. نعم. قبل ما يقارب العامين أو عام ونصف لم ينتفض، وهنالك نعلم بأن أبناء المسؤولين تم تهريبهم من المدرسة ليتم التفجير وتتم الفبركة في ذلك الوقت، ولم ينتفض حتى الموالين بحمص لدم أبنائهم الأطفال حينها، وهم أدركوا تماما أن من قام بها هم شبيحة النظام في ذلك التفجير، فكيف الآن سيقومون بهذا بعد هذا الحفل الماجن الذي سرب؟ لا أعتقد أنهم سيقومون ولا أعتقد أنهم سينتفضون، لو كان هنالك ذرة أخلاق لانتفضوا إلى سوريا التي ضاعت من يدينا. نعم هذا صحيح. أذهب إليك سيد جباوي، يعني أنت ذكرت أنك تعرفه شخصيا، لكن السؤال يعني ألا يوجد في الجيش والقوات المسلحة عقوبات مسلكية؟ نعم، هؤلاء ما يعني بعيدين كل البعد عن أن تتخذ بحقهم أي عقوبات مسلكية، هم من المقربين إلى أسرة النظام، من المقربين إلى دائرة بشار الأسد الضيقة، هؤلاء لن تطالهم أي العقوبات، لن تطالهم المحاسبات لا القانونية ولا حتى الإدارية، هؤلاء لديهم مطلق الصلاحية أن يفعلوا ما يشاءون وأن يتصرفوا كما يشاءون، أما من كان غيرهم فهو تقع عليه المساءلة المباشرة ولن تتوانى لليوم التالي. لذلك يعني هذا الفعل ليس بجديد على هذا الشخص شخصيا وعلى أمثاله من المقربين لدائرة لكن النظام، لكن تهديدهم بالقتل يعني من قبل الشبيحة نفسهم، هذا كلام امبارح كانوا يقولون نريد اعدام اللواء علي عباس الذي اودى بحياه 180 عسكري من عناصرهم، وهم لا يدركون ان اللواء علي عباس قد
دفع بهم قاصدا الى هذه الهوى، الى هذا الى هذا الكمين للثوار، لانه ادرك ان لم يعد هناك حياه لهذا النظام ويجب ان يتخلص من هكذا امور، ولكن باسلوبه القاص ولا يستطيع ان يطال راس النظام. لذلك هم عليهم ان يدركوا اليوم الموالين بانه لا فائده من هذا النظام ولا فائده من عصبه النظام الدائره الضيقه وما حولها. عليهم ان ينتفضوا على هذا النظام، عليهم ان يقولوا له كفى هدرا لدم ابنائهم الذين لا حول لهم ولا قوه. اليوم بات على الموالين ان يميزوا بين الصح والغلط، الذين كان معمى على عيونهم بلا تمييز. الصح ما نراه اليوم هو هذا المجون وهذا السفور وهذا القتل المتعمد لأكثر من 180 رجل، والخطأ أنهم باقون مع هذا النظام. لذلك عليهم أن ينفلتوا وينفجروا ويفعلوا كل ما بوسعهم ليخرجوا من صفوف هذا النظام ويلتحقوا بصفوف الثورة، على وعسى أن تكون الثورة تجب ما قبلها، أو كل فعل له شيء من التوبة ومن الرجوع إلى الذات حتى يتمكن المجتمع السوري من أن يعود إلى التعايش، إلى التعددية، إلى الديمقراطية، إلى المدنية التي يمكن أن يتم من خلالها التعايش بين كافة الطوائف والأعراق في هذا البلد. نعم سيد بسام، أختم معك. يعني وكالة سنة وضعت اللوم على المجندين الذين قتلوا في كمين في ريف دمشق، يعني كيف تعلق على ذلك؟ يعني هذا كلام معيب جدا، يعني هم يعرفون تماما من يرسل هؤلاء إلى الموت. يعني بشار الأسد كما قلت حول طائفته إلى وقود لحربه، بكل أسف يعني لم يدركوا ذلك حتى الآن. يعني أقنعهم تماما أن الحرب حرب وجود، ولم يستطيعوا أن يعني يدركوا أن حرب البقاء على الكرسي. قلنا منذ اليوم الأول الشعب السوري واحد، خرجنا في مظاهرات، خرج شعبنا كان يهتف شعب سوري واحد. وبكل أسف يعني خليني أقول الثورة ليست مأدبة غزاء تطلب توجيه دعوات، كان يفترض بهم أن يشاركوا. أنا بأسف حتى أقول يعني حتى في مناطق معينة مثل بسنادة اللي خسرت كثير من أبنائها، هي كانت منطقة معادية لنظام بشار الأسد، ولكنه استطاع أن يستقطبهم طائفيا، أن يقول لهم أنها معركة وجود. وبكل أسف جر الجميع إلى هذه الخديعة. اللي بدي أقوله بكل وضوح، يعني الآن لا يوجد أي أمل، الشبيح شبيح ولن يعود أو لن يتقدم خطوة واحدة باتجاه إدراك ما الذي يحصل وما الذي يجب أن يكون. ونحن كما قلت نتعامل مع عصابة ومع زعيم عصابة لا يعنيهم هذا الأمر. في حالات سابقة وعندما حصرت بعض القطاعات العسكرية تم إطلاق الأوامر بقصف الجنود بداخلها، هم يتعاملون بهذه الطريقة، يعتبرون هؤلاء مجرد حشرات أو خليني أقول أدوات لبقائهم. هذا النظام للأسف يستخدم الجميع، حرق الجميع، يقتل الجميع ولا يميز بين طرف وآخر. نعم، أشكرك على هذه المداخلة بسام شعارة، كاتب ومعارض، كنت معنا من إسطنبول. دكتور إبراهيم الجباوي مدير الهيئة السورية للأعلام من عمان، وحافظ قرقود كاتب صحفي من غازي عنتاب، أشكركم على هذه المداخلة. وبعد الفاصل مشاهدينا، مناهج كردية تثير قلق أهالي الحسكة.